ما لقيت انت انزل جوه عشان اسحب ايدك انا للبصمه. يلا ماشي انزل قرب هاي الكاميرا هات اهو حمال هو اللي يسويها يقعد هيك لحاله سويها والنبي عليه الصلاه والسلام اجى الصحابه يزوروا الاموات في الليل يزوروها مشان يعتبروا في الليل مشان يعتبروا مش احنا في النهار هيك العبره الالبوم طلع هيك اشوف بالضبط ايمانه قوي بنزل يلا انزل يعني ما يين راسك بس بين خلي ايدك جوا انا بطلع ايدك طيب بينش الشباح غط لف التنايد عليك اسمع اسمع امسك هذا شوي الكاميرا ايه تنزلك لك اياها خدني وانا نازل حاول تثبتها خدها عشاقتك ارجع لورا للاخير ايوه حاول تكون ثابته يلا جاهز انزل جاهز لا يسحق الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه طمع 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 الله يرحمه يا رب طمع 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 ارجع راسك ارجع يا لا ان الله لا 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 ابي لا نزل وضعه نزل وضعه الله يرحمه الله يرحمه ما تضحكوش تضحكوش اسمعوا انت عارف شو بدي اسوي انا زلمه مش كويس هيك التمثيل بيقول انه هذا واحد دفن ابوه صارت قصه حقيقيه هي تدخل بيودع ابوه فشو سوى شو سوى بده يوقع بده يبصم ابوه في قلب القبر فمات فوقي هذا الفكره نسويها يعني خليك تنزل على تحت هيدا انزل على تحت انت بتقول لي بصير بتقول خليه ينزل خليه ينزل لوضعه ماشي يلا جاهزين واحد اثنين ثلاثة صوت روح ابو يحيى لا 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 ودع ابي ده ودع ابي لا جاهز اخذت حالك وانت داخل بعرف اجت معي ان شاء الله خير ادخل كمان مره الله يلي خوف ادخل كمان مره احسن ناس بوطه يبين غطي اللي بوطه قبل ما تطلع لا لا بس خليه غطيه في الكفن قول هذا الامين طول ادرك لي عليه ادرك لي خذ الامين قلت هذا معي هيك لا جاهز اشرف طول بالك بس تبدل روح ايوه لف غطي خلي ايدك جوا انت انا بدي اسحب ايدك جوا من السيفار لا يابا تمحني يابا كنت بدي اوقعك عليها يابا بس ما ظبطتش اول يا حبيبي بدك تسامحني يابا بلاش اشرف تحرك خليك ثابت عليك علي بعديها بنحرك انا بدي اخذ لما بتنزل ايدك تحت يلا زي بضل رافع حالك الله فيك احسن وانتم احسن يا جماعه واحد منكم يقول نحن بالرشد الاولاني مثلا انت قول خليه يودع ابوه خلاص خليه يودع الله يرحمه وهو برضه الله يكون بعونه الله يكون بعونه ما هو مان بعد ما يقول انا انزل لا ما شوي بدي اخذ مشهد من هون ومشهد جوا مشهد هون ومشهد جوا قول انت لا لا صراحه لقيت واحد منكم ثاني بس انت يا محمد يا جماعه تاخر هذا يلا يا محمد اه يا محمد اشوفوه يطلع بنزل تاخر يا جماعه ايوه شوفوا يا عم شوف انت بنزل انت والله متاخر يا جماعه شوفوا تاخر بس طيب اوكي يلا اكشن يلا يا محمد يلا يا محمد اطلع هذا تاخر يا جماعه واحد ينزل يشوفه ما يدفنه يا محمد ينزل جناد عليه شوفوا هذا متنقح نايم عبره وكفى بالموت واعظا لا احنا نايم لا شوي لا ليش هذا نايم ما اقولش متنقح نايم لا ودك يا جماعة ارفع خلاص الكاميرا طلعت على ايه يا هذا شو هذا محمد يا هذا شو هذا ايش هذا ايش هذا محمد